أرى أهل البيت ليسوا كذلك، إنهم المؤمنون. للشعر صوت صادح يسمع إذن الزمان، من روايع فيض شعره ومن قريض ابداع عبان. جينا مشتاقين نسمع من قصيد الهيمان، خلي يستقبل حفلنا ضيف حيدر بالجنان. قوم يا خادم الزهرة للمنصة بهالمكان، حسين سهوان انتقدم واتلو شعرك، واتلو شعرك حسين سهوان انتقدم واتلو من شعرك بيان، فيه من ذكر الصلاة على النبي وآل الضمان. نسأل الله القبول. آبائي وإخواني المؤمنين، أبارك لكم هذه الذكرى العطرة، وتشرفني هذه الوقفة التي أتمنى أن لا تكون ثقيلة على مسامعكم إن شاء الله. وهنيئا لكم إحياؤكم لمولد أمير المؤمنين سلام الله عليه لأربعة أيام، وبهذا الزخم وبهذا الحضور ثبتكم الله على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولاهم يا هل بيت غمس قلبي بولاهم، ولا انا بعدت عنهم. اي وياي عاد. ولا انا بعدت عنهم ولاهم، ويوم الحشر شافع بالولاهم، اهل افضل نبي وبالتوصيه. عمره يا من له كل موالي فد عمره، وزيارة مشهده عن ألف عمره. يقاهر بوجهل يا مرد عمرال، ما ينطق عنها واختارك وصية. أنا دين النبي المختار مع القرآن لي مرجع، أنا دين النبي المختار مع القرآن لي مرجع، وعن ولاية علي الكرار بطول العمر مرجع. واللي يجادل بحكي إلي ست الصحاح مرجع، مسلم هو يذكرها وبالثقلين سماها. كتاب الله صمت، كتاب الله صمت، انطق يا قرآن، يا كل ناصب أوان إنك تقر آن. ترى ولاية علي مدخل القرآن، وصعب فهمك كتاب بلا وصية. نعرج على السياسة شوي. إلي حجوة، إلي حجوة وأذون المجرم الطن، إلي حجوة وأذون المجرم الطن، بلادي ليها مستقبل فلا ظن، إذا فيها الغريب أصبح مواطن. بعد أي خير ظل فيها إلي أصيح، أصيح وصوتي تحمله المسافة. حسافة يا زمن والله حسافة، ما هي وقفت على التجنيس آفة، الآفة انهم يجنسوا البربرية. صل على محمد وآل محمد. سيدي يا أمير النحل، يا أمير المؤمنين، أشرقت بالحب في فصل المعاناة، فعين الضوء لي جرح اتجاهات. أشرقت بالحب في فصل المعاناة، فعين الضوء لي جرح اتجاهات. يا ساكنا في فؤادي دون ما ألق إلا اتلاق الهوى بين العذابات. يا وحي اسمك كالمعبود أعشقه، إذ كنت لي ساقي الأعضاء في ذاتي، فالرب قلبي وطاه النبض في خلجي، وأنت دفقات دمي بعد نبضاتي، وأنت دفقات دمي بعد نبضاتي. صلى على محمد وآل محمد.
تخيل معي في هذه القصيدة أنك قد كنت مراقبا في يوم خم تراقب المشهد من الأعلى. جمع غفير كلهم نحوهما يشير بالبنان، ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن. سلسلة طويلة في شكل غيهبان، ونظرة يانعة في أفق الزمان، وقامتان رغم بعدي خلتهما حسان. ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن، الواقفان فيهما كم نزل القرآن. ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن، ملائك الله عليهم تشحن المكان. ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن، الواقفان فيهما كم نزل القرآن. ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن، كف اليمين ذاك الرسول المصطفى المبعوث بالرحمة للإنسان، كف اليسار ذاك علي المرتضى أول من أسلم، من بارز ود ذا ومن كافأ فاطم ذا ومن وما أخال أكتفي لو أملأ المكان والزمان. ولاية مفروضة من ضلها لم يرد الجنان. كف اليمين، كف اليمين ذاك الرسول المصطفى المبعوث بالرحمة للإنسان، كف اليسار ذاك علي المرتضى أول من أسلم، من بارز ود ذا ومن كافأ فاطم ذا ومن وما أخال أكتفي لو أملأ المكان والزمان. ولاية مفروضة من ضلها لم يرد الجنان. ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن، ولاية مفروضة ممتدة لصاحب الزمان. ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن. صل على محمد وآل محمد. أختم هذه المشاركة بهذه الوقفة. للأسف، مع شديد الأسف، ينبري مجموعة من الطفيليين للإساءة لنا ولمذهبنا بين الحين والآخر، وكأننا عوارض نمت على هذه الأرض، وكأننا طفيليات نمت فجأة في إحدى الزوايا، في حين يقول أحد المهتمين بالتاريخ أن أقدم منطقة وصفت بالتشيع هي البحرين. لهؤلاء الفتنويون الذين يسيئون لنا ولرموزنا بين الحين والآخر نقول: صيحوا بمأذنة الجباة وجمعوا سمع البغاة للذة الأمراء. صيحوا بمأذنة الجباة وجمعوا سمع البغاة للذة الأمراء، واستبسلوا من فوق لذتكم على فقر الجياع وتربة الشهداء، وتوارثوا نوع النواصب في المدى من حقدكم للأمة الزهراء. هذه الجياع توارثت زفراتها ورق اليباس على ذرى الخضراء، ما عاد فيهم من مخافا من قلا، هل من قلا أضنى من الإيذاء، ما عاد فيهم من مخاف خسارة أو هل سيخسر معدم الأشياء. ولذا أتوا وبطونهم قد جوعت يستأسدون لعضة الفقراء. فاحذر من الجوعى إذا ما حرقوا، قد يأكلون عدوهم بشقاء. ولذا أتوا وبطونهم قد جوعت يستأسدون لعضة الفقراء. فاحذر من الجوعى إذا ما حرقوا،
قد يأكلون عدوهم بشقاء. فاسعى بسعيك، كد بكيدك في المدى، صرح بما تهوى بلا استحياء. الله، لولا وحدة قد صانها الفقهاء قطرت الدماء كماء. الله، لولا وحدة قد صانها الفقهاء قطرت الدماء كماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا علي سبحان ربي الصاغ لك هل